نرى كثيرا من الشباب يميلون الى ملاهي الحياة الدنيا مثل الفنانين في الغناء ولاعبي كرة القدم، حيث انهم يفضلونهم على العبادات الدينية، واعتقد ان بعضهم يحبونهم احب من الصحابة والتابعين، فما تعليقكم فضيلتكم على ذلك؟ ولكم الصواب ولكم دعاء سوء الظن بالناس الى هذا الحد لا ينبغي. سوء الظن بالناس الى هذا الحد انهم يحبون اعظم حب الصحابة، هذا ما يقع من مسلم، هذا ما يقع المسلم. لكن على كل حال في الناس من السفهاء من يحب الفنانين ويحب اللعب اكثر ما يحب الاشتغال بالطاعه التي ليس واجبه عليه، وهذا من الجهل ومن قله البصيره، ولان النفوس لها عادات تحب ان تنفذها من اللعب والمرح وسماع ما قد يروق لها من اغاني او اشعار. لكن هذا في تفصيل، فان كانت الاغاني المعروفة التي يستعملها الناس في الحب والعشق ونحو ذلك أو ذكر النساء وحال النساء، هذه لا شك فيها أنها محرمة، وإذا كان معها طبل أو الموسيقى أو معها العود أو معها أنواع من الآلات الملاهي لها محرمة، فجنس الغنى محرمة عند أكثرها العلم، كما قال الله جل وعلا: ومن الناس من يشتري له الحديث الا عن سبيل الله. قال اكثر العلماء انه الغنى، واذا كان معه الات الملاهي صار اكثر تحريما واشد اثما، حتى حكى غير واحد اجماع اهل العلم على ذلك كابن الصلاح رحمه الله. فالمقصود ان الغنى من حيث هو من له المحرم الذي قال فيه اكثر العلماء انه مراد في قوله تعالى: ومن الناس من يشتري له الحديث. اما الاشعار العربيه التي تعرف بلحون العرب، اللي بلحون الغنى في لحون العرب، هذه ما كان منها طيبا ابيح سماعه، كشعر حسان وشعر عبد الله بن ابي اوفى وابن رواحه وفلان وفلان. المقصود الاشعار التي يقولها العرب بلحون العرب في الجود في الكرم في الشجاعه في الحرب في الصناعه في غير هذا من الوجوه الطيبه، هذه تستمع وفيها فائده، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من الشعر حكمه. اما الاشعار التي في ذنب الدين او في مدح المعاصي او الخمور فهذه محرمه كنه، فحسنه حسن وقبيحه قبيح. فما كان في سبيل الله وفي طاعه الله من الاشعار العربيه والاشعار الاخرى غيرها في مدح الحق والدعوه الى الحق ونشر الفضيله فهذه لا باس بها، وما كان من الاشعار في ذم الحق او في الدعوه الى الرذائل او المسكرات او الزنا والفواحش هذا محرم، سواء كان شعرا عربيا او نبطيا او عجميا او نثرا، كله محرم لانه يدعو الى باطل نسال الله العافيه. نعم. واما كره القدم العرضات فهذه ان كانت تشغل عن الصلاه او يظهر فيها عورات منعت، اما ان كانت في وقت لا يظهر فيها عوره ولا تشغل واجب فلا حرج فيها، كان تكون في وقت الضحى قبل الصلاة في وقت للتدرب على سير الأقدام وقوة البدن وأشبه ذلك، أو حمل السلاح كالسيوف والبنادق والرماح وأشبه ذلك مما يستعان به في الحرب كالدرق والحراب كما فعل الحبشة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في عهده عليه الصلاة والسلام، هذا لا بأس به، وهذا من باب التدرب من باب إعداد القوة، ولكن لا يكون فيها ما حرم الله من الموسيقى والطبول وآلات الملاهي، لا، بل تكون بالسيوف بالرماح بالدراق والحراب بأشباه ذلك، والأشعار العربية التي فيها مدح شجاعة مدح كرم مدح قوة وما أشبه ذلك، هذه مقام تفصيل. نعم. ما معنى الآن باللغة يا شيخ؟ من بعضهم يقول معناها حمار. لا هو لا يعرفه صاحب الفن اللي عنده معرفة فن الغناء أو فن أو فن آخر، فن الموسيقى أو فن كذا أو فن كذا، الفنون تختلف، قد يكون فن محرما وقد يكون فن جائزا. الفنون التي مما أباح الله فن كيف يصنع كذا كيف يعمل كذا مما أباح الله هذا له حكم، والفنون التي تتعلق بالأغاني المحرمة تتعلق بالأغاني أو بصناعة الآلات الملاهي أو ما أشبه ذلك لها حكمها. فالفنان فيما نسمع عنهم أنه الذي يتعاطى مسألة الأغاني ويتفنن الأغاني وكيف يلقيها وكيف يشجع عليها، وقد يدخل في ذلك من يكون عنده معرفة بضرب كيف يضرب الآلة
عند الغناء كيف يعزف. تم مؤخرا نعم حصيلها المغني اذا مباح. لا مو مباح. يبني مساجد بعض. لا مو محرم. انا ان شاء الله العافيه. نعم نعم. ذكر كلام الكسب المحرم لا يصلح. كسب محرم.